نحن ندين كل أشكال العنف، ندين كل أشكال القتل، سواء جاء من النظام أو من مجموعات مسلحة، أحيانا مجموعات إرهابية. هذا قتل للأبرياء، قتل منظم للأبرياء. نحن ننتصر لكل مظلوم، لكل فقير، وننتصر لشعبنا الشقيق في سوريا، لكن يجب وقف العنف. العنف يجب أن يقف، لا بد أن يكون هناك جهودا دولية، جهودا إقليمية، جهودا عربية. هذا الدفع باتجاه التصعيد في سوريا لن يجدي نفعا ولن يزيد إلا مزيد من الدماء. نحن بالتأكيد نريد أن ننشئ آلية، ولذلك مبادرة كوفي عنان أتصور هي آلية ممكنة من أجل وقف إطلاق النار وأن لا تتكرر حالات العنف التي رأيناها اليوم.